شهد مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالجهود النبيلة التي بذلتها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استقبال واستضافة قداسة البابا فرانسيس باب الفاتيكان، والتي اعتبرها مبادرة عظيمة وخطوة جليلة نحو خدمة التسامح والسلام والتعايش السلمي الإنساني، جمعت بين رمزي ديانتي الإسلام والمسيحية. أكد المركز تأييده لتلك المبادرة والتي وضعت فصلا جديدا في مسيرة التسامح والأخوة الإنسانية، خصوصا وأننا بأمس الحاجة للجهود المشتركة التي تخدم تطلعات الشعوب في التعايش السلمي واستقرار المنطقة والمجتمعات كافة، والتصدي لكل محاولة بث الكراهية والعنف والتطرف والإرهاب وهدم قيم السلام العالمي. كما أعرب مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي عن بالغ تأييده لما جاء في وثيقة الأخوة الإنسانية التي دشنها كل من شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرانسيس باب الفاتيكان، وأضاف أنه من منظور ما جاء في مبادئ إعلان مملكة البحرين الذي صاغه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، أضاف تأكيد وقوف المركز ما تبذله دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.